هناك اخذين واحنا ونحن علينا، ولكن رغم هذا فيما يتعلق بتصريحات الغير بريئه ديال المشوشين الفتنه الذين يسعون يعني الحراقيق بمعنى الكلمه، والذين يعني يعطون فرص لاعداء الوحده الترابيه باش يطعنوا فينا، وكذلك من خلال واحد الماده يستعملوها اليوم في خلال التصريحات ديالهم الغير مسؤوله. فاحنا تنقولوا ان الخبز محرر منذ القانون ديال 06/96، ولكن هناك التزامات وهناك اتفاقات وهناك قوانين ومن قانون ديال الاعتدال 2008 اللي من بوجبه الدوله تلتزم بتدعيم هذاك الفارق ديال الاستيراد او الثمن المرجعي المغربي ديال الدقيق اللين، تنقولها اللي كنستخرجوا منه الخبز ديال الفرس او الخبز الابيض اللي الدوله كتلتزم على انها باش يوصل للمطاحين 260 درهم للقنطار، المطاحين كذلك تلتزم مشكوره باش تعطينا الدقيق ب 350 درهم للقنطار، بخلاف ونحن كذلك نلتزم باش نبيعوا الخبز ديال الدرهم بدرهم وعشرين ديال 160 غرام، فهو خط احمر، وبالتالي ذوبعة يعني جعجعة بدون طحين، هذا الغاية منه وهو خلق الفتنة والتشويش. والجامعة الحمد لله التي عمرت ولا زالت الحمد لله منذ ما يقرب من 80 سنة يعني قائمة بالعمل ديالها وقائمة بالمسؤوليات الملقاة من خلال الرجال ديالها، والحضور الحمد لله اليوم ديال تقريبا 12 جهة كلها حاضرة اليوم يعني بممثلين ديالها سواء محليا أو جهويا، هذا دليل على ماذا؟ على كاين التزام، كذلك على الرؤية المتبصرة وعلى كذلك المواطنة اللي كاينة في الدم ديالهم. إذا حنا اليوم في واحد الدولة ديال المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة اللي كتسعى أولا دائما باش تحافظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية وكذلك تقوية القدرة الشرائية للمواطن. فاحنا كذلك غير باش نطمنوا الرأي العام على أنه لا زيادة في الخبز ديال الدرهم 20 ما دام أن الدولة الحمد لله راه قادرة بشغلها، قادرة بشغلها، وحنا في هذا الباب عندنا إكراهات ديالنا، عندنا مطالب ديالنا منها توقيع وتنفيذ البرنامج التعاقدي، كذلك قانون تنظيم القطاع، كذلك معالجة أو محاربة القطاع العشوائي، كذلك معالجة المتأخرة ديال الضمان الاجتماعي وديال الضرائب، وكذلك المصاريف الثابتة التي نتجت عن الوباء المسجل اللي هو كوفيد. إذا لازلنا الحمد لله نقاوم، اليوم ننتظر من بلدنا الحمد لله اليوم اللي كاين استقرار، دولة اللي فيها هي استثناء في العالم العربي اليوم الحمد لله، هذا الرخاء وهذا النماء راه ماشيش غير هكاك، راه إذا كانت الجزيرة العربية نزلوا فيها الأنبياء والرسل، هذه البلاد فيها أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا غير باش نطمئن الرأي العام الوطني أن الأمور راه غادية مزيان. فيما يتعلق المواد المستخرجة من القمح الصرب راه كاينة كل في الإنتاجات اللي كتنتج، وكاين واحد التوافق ما بين أرباب المخابز تنحييهم وكذلك الزبائن ديالنا اللي مشاو في ذاك التصور ديالهم. الجمع العام الحمد لله اليوم كيف تقول لك راه فيه أربع جدول أعمال ديال الربعة، أولا فيه المصادقة على القانون الأساسي لأن ما لا يعدل فهو جامد. سعينا اليوم أن كان عندنا مجلس وطني وتنحيي الحاج صالح مديح الرئيس ديالو اللي وكذلك المكتب المسير واللي من خلاله كاين منصبان شاغران اللي غادي ندوزوهم اليوم ونصادقوا على القانون الاساسي اللي ناقشنا بما فيه الكفايه على الصعيد الوطني، كذلك نطالب بقانون تنظيم القطاع ديالنا، كذلك كيف قلت لك المعالجه ديال هذه المشاكل ديالنا، ولكن اللي اساسي وهذا وعد من الدوله تنعوضها في شخصي ممثلها على هذاك البرنامج التعاقدي ان شاء الله اللي غادي يعطي واحد الدفعه قويه لانتر بروفيسيون يعني المنظومه كلها ديال الحبوب اليوم في بين ايادي امنه، والدليل على ذلك الدوله راه في اطار جينيراسيون جرين الجيل الذهبي، راه كاين المخطط ما بين السلسله المهنيه والدوله ديال 2020 2030. اذا راه كلشي خدام، فين كاين الخلل؟ الخلل كاين عند الناس، عند اعداء النجاح، عند الحرس القديم، عند الناس الذين يقولون انهم بعده الطوفان.